ننتقل نحن وياكم مشاهدينا فورا لعند الشيف فريد يلي اليوم عم بيرافقنا لازانيا على خضره، وكمان كان في سموسي وتحضيرات كثيره. رح منكون محطتنا التاليه مع رشه ملح. بونجور اجين، بونجور مره ثانيه. لكن هلا مثل ما خبرتكم عملنا البيشاميل، عملناها قدامكم صارت جاهزه. صار فينا هلا كمان بلش تقطيع الخضره يلي هن مثل ما ذكرناكم كان في مربعات الكوسه. عملنا وعم نعمل نفس الشيء هلا قدامكم مع الباذنجان، نقطعه لكان مربعات. بدنا اكيد كمقادير كل شيء يكون متوازن، يعني ما بدنا نحس انه في نوع من المكونات تكون عم تاخد على التاني. عم خلص هلا تقطيع الباذنجان. عندنا كمان جزر هون قطعناه بالشكل هيدا، وهلا بدنا نبلش ننسف البصل، لانه اكيد دائما انا بحب اعمل باز مع تنسيف بصل. رح ننسف البصل لكن نرجع نحط فوقه الجزر، لانه الجزر بده وقت طويل تياخد. نرجع بنحط بقيه الخضره بنقلبهم مع بعضهم. اخر شيء بدنا نحط عليهم البيشاميل تنقدر نبلش نطبق اللازانيا تبعنا. بهالوقت انا حميت الفرن حراره 180 درجه مئويه تنكون مأكدين انه الفرن يكون على حراره عاليه بس نجي تنحط الاصناف الطبق تبعنا. سو هلا بنبلش ناخذ زيت الزيتون، طبعا بدنا اكيد نضوي النار تحته. بنحمي زيت الزيتون. بهالوقت انا قطعت بصل فرمته ناعم مثل ما انكم شايفين، وهيدا البصل شلنا الزيت تبعنا بيحمى بعد كم ثانيه. بدنا نحطه مع شويه ملح، نقلبه بس يتنسف مزبوط، نحط بقيه الخضره. مثل ما قلت لكم حنبلش اكيد بالجزر. الزيت تبعنا حمي، بنحط هلا البصل. على فكره العلامه اللي بتخليكم تعرفوا انه الزيت حمي هو الصوت يلي بيطلع بس يكون البصل يجي عليه. نقلبه شوي، مثل ما ذكرتكم حط رشه ملح، منملح مزبوط لانه الملح دائما اول شيء بياخذ، وبعدين اذا نحطه اخر شيء ما بيعطي نفس المفعول من وقت نحطه اول شيء. نقلبهم مع بعضهم. دائما وقتها بنقول تنسيف يعني ما بدنا لون. بقى كرمال هيك هننتبه انه النار ما تكون قويه كثير تحت البصلات والزيت تبعنا. هلا بنقلبهم بعد كم ثانيه، ننتبه طبعا انه البصل كله ياخذ نفس الحراره. كما هيك بنضلنا نقلبه مع بعضه. هلا في عندكم طريقه تنسيف كمان هيك شوي مهضومه، هي انه وقت تغطوا الطنجره، اذا عندكم طنجره عاديه عم بتنسفوا بطنجره بتغطوها شوي، بتخففوا النار ماكسيموم وبتخلوا البصل يتنسف بإفيل الفابور او بإفيل البخار، مفعول البخار. هلا هون البصله تبعيتنا كبت ميتها مثل ما لازم، فينا نزيد هلا الجزر. نرجع نقلبهم مع بعضهم دقيقه دقيقتين. صار فينا هلا نقوي شوي النار. اوكي، بنقلبهم مع بعضهم خليهم ياخذوا مزبوط طعمه. بنزيد نحن بعد رشه ملح. دائما بس تزيدوا مكونه دغري زيدوا كمان ملح. نرجع نقلبهم. بنزيد هلا الكوسه. بونجور سو شيف، كيفك اليوم؟ منيحة اليوم. جاهزة تطبخي اليوم؟ أكيد أكيد دائما جاهزة تطبخي. خصوصا لازانيا وهيك. هاي كثير منيح، لكن رح سلم السوشيف هلا انه قلب الخضرة. ما صدقت انه انا جيت. طيب عن جد جيتي لي من السما شطلي الحلوة، فإذا بتعملي معروف بلشي تقلبي شوي الخضرة. فأنا بهالوقت كمل تقطيع الباذنجان، تقطيع ناعم مثل ما قلنا.
قصدي تقطيع مربع مثل ما قلنا. ناعم للبصل. عنا بس صوص وحدة للازان. في عنا ايه البيشاميل للازان عملناها تكون مطعمة كمان بالكاري بجوز الطيب. هي البيشاميل عادة ما فيها ولا جوز الطيب ولا كاري. أنا بحط لها بلا جوز الطيب. أنت بتحطي لها؟ ما هي كاري؟ لا هي أول مرة. ما هي أصلا جوز الطيب طيبة لكل شيء صلصة بيضاء، إن كان بس تبعيتها الحليب، إن كان بس تبعيتها الكريم فريش، بتعطيها نكهة عن جد مميزة. اوكي. قد ايه بدنا نقلبهم؟ بدنا نصيروا حمر؟ نقلبهم شي خمس دقائق، وهلا بده يجي فوقهم كمان الباذنجان. واخر شيء حنحط البازيلا، بما انه البازيلا نحن جبناه فروزن. فيكم تجيبوه يا اما فريش، بس اكيد بياخذ معكم وقت لانه بتعرفي تتفقيه وهيك، انه بياخذ وقت طويل لبين ما الفروزن صار عندنا فروزن نوعي هلا بالسوبر ماركت. جزاك الله خير. عندك ماركت عن جد يعني مميزه جدا، بتطلع لك اياهم كانه فريش، بتحطيهم انت نهار قبل ما تستعمليهم بالبراد، وثاني نهار بيكونوا جاهزين للاستعمال. ما علينا نعمل شيء بالضبط. هلا ضفنا لكان الباذنجان، عم نرجع بنقلب شوي. حاضر. ميرسي كثير. اذا بتعملي معروف شوف شو بدك تعمل بعدين، بدك تترزيني لانه اكيد ما بعود قال فيك تطبخ بلاية. اوكي. ما ديجا خلنا مش عارف تطبخ بلاية. اوكي، بدنا نزيد شوية ملح. دائما ما تنسوا هيدي بقول لكم اياها، الملح كثير مهم ينحط من الاول، من اول الطريق ومش اخر المشوار. عن جد؟ ايه، لانه على الحماوه بصير يفوت بقلب قشره الغراض اللي بتكون عم تطبخيها. مش مضبوط لكن اذا حطينا ملح انه بيطلع المي من الخضره؟ هي عندك كذا نوع خضره بيطلع المي منها بس تحطيها مش على حماوه، يعني مثلا باذنجان وقت عملنا الفته من يومين. بس اذا على النار ما بيأثر. على النار بالعكس احسن كمان تحطي ملح. أوكي. لانه بتفوت بقلب الخضره، بقلب جلده الخضره. عظيم. اوكي. كثير منيح. نعم هلا مكان البازيلا. لا بس نتاكد انه الفرن حامي مزبوط. هيدي الشغله كمان كثير مهمه مشاهدينا، انه دائما تتاكدوا من حماوه الفرن، لانه ما بدنا نوصل من قبل بوقت على مرحله انه نكون مثلا اذا بدهمنا الوقت او هلا شيء وحاسبين حساب عن جد على التكية انه يفوت بالفرن ونلاقي بعدين انه الفرن مسقع، نكون عم نضيع 10 دقائق بس هيك يعني بلا ما نكون عم نعمل شيء. لكن منولع قبل بوقت؟ دائما نولع قبل بوقت على القليلة 10 دقائق تياخذ وقته تقدر يكون حامي مثل ما لازم. حاب اذكركم بس عن درجة الحرارة اللي هي 180 درجة مئوية. اوكي؟ هلا هون نرجع للخضرة تبعولنا. نقلبه مثل ما لازم. صار فينا نضيف فوق البشاميل. هلا دغري هون؟ ايه بنضيفها فوق هيك بس تياخذوا على بعضه. منخفف النار ولا منخليها هيك؟ خلي النار مثل ما هي. اوكي رح نضيف دغري البشاميل. اوكي رح تعطينا ملمس وشكل هيك رائع. في عنا هون اللازانيا، بحب اذكركم كيف عملتهم. حطيتهم بنار بمي مغليه لمده 10 دقائق. ليه عملنا هيك غاده؟ لانه بدنا اياهم يكونوا معنا هيك شوي سوبل اكثر تنقدر نتحكم فيهم بعدين ونستحكم بس نعمل القالب تبعنا واللازانيا تما يكونوا قاسيين كثير وما يتكسروا معنا. هون فينا نطفي بفتكر، نو؟ رح نضيف بس هيدا الفرن تبعنا بنحطه على وقت نص ساعة، لأنه بعد 10 دقايق بنكون حطينا اللازانيا وبدهم شي ربع ساعة تياخذوا. اوكي؟ هلا هون أنت تفيتي تحتها؟ لا. اوكي خليها دايرة. ليه؟ لأنه رح نحط هلا البارميزان. بدنا إياها ندوب، اوكي. البارميزان بعد ما بيرشها قبل بوقت، فيكم تحطوا كمان شرحات البارميزان. اوكي. بنحط بقلبها شوي وبعدين على الوجه شوي. بعدين على الوجه رح نحط كرمال نعمل الجراتيناج تبعه. اوكي. بما انه بحب كثير الجبنه، جبت كمان اليوم موتزاريلا. اوكي. لانه الموتزاريلا الهاف كوك استعملناها اذا بتتذكروا من يومين ثلاثه، استعملناها معك على فكره وقت عملنا الباستا سيتشيليانا الثلاثه.
ثمان كبه بما انه بقيت معنا وما طلع بينا نعمل ساندويش، وفاد مره بما انه هيدي الصلصه بتلبق لها كثير الجبنه بنزيد كم شرحه موتزاريلا خليها تذوب منيح. اوكي اوكي، لكن نار بعد دقيقه اثنين او ثلاثه ماكسيموم بس لكل شيء ياخذ معنا. نرجع بنحط شويه ملح، حنحط كمان شويه حر، ونادرا ما بستعمل انا الحر الابيض بس رح نحط كمان حر ابيض بعد ما نحط الحر الاحمر. الحر هلا صار البهار، حر الاحمر هيدا قد ما استعملتها هالجمعه بهار شوي اوكي، وقلنا اكيد بهار ابيض بس شوي لانه كمان البهار الابيض بيلبق كثير مع كل شيء هيك طبخ صلصه بيضاء. جريت. انا عم شوف عم بتمغط خلص بفتكر انه عجبتني. دابت بتجنن صارت خلص بفتكر لازم انا بقول انه كمان بفتكر هي. هلا في شغله وحده انا بعطيكم تيب تتلعبوا شوي بالملمس وتاكل شيء يكون عم انه شيء يكون دايب معك شيء يكون عم بيقرقش، انا بنصحكم انه الجزر ما تخلوه وقت كثير على النار كرمال انه يعطيكم هالقرقشه يلي ما عندكم اياها بغير خضره. بالضبط. اوكي، هلا نطفي تحته ناخذ كفكير. يلا اوكي، رح نبلش نفاجئكم كيف نعمل قالب اللازانيا. هلا هون مثل ما شفتوا انا حطيت لكم ارضيه، اللازانيا كمان فيكم تنقوا اللي بدكم اياه، يا اما اخضر واخضر ساده، او بتنقوها تكون بيضة، او فيكم تعملوا مثل ما عملت اليوم انه نخلط اللونين، هيك تطلع اهضم واسلب هيك انه مفرفحة اكثر. كف. ريحتها عن جد شهية. بتتاكل هيك مثل ما هي. ما هيك؟ ما في وقت نحط باللازانيا وحط بالفرن. أكلة. شوربة هيك. عادي. أوكي. حطينا لكان أول طبقة. حطينا لكان أول طبقة. بس تزيح كرمال نقدر نشوف منيح شو عم بيصير معنا. يا. من بعد ما فرشنا أول طبقة منحط كفكير او اثنين من الحشوة تبعتنا. اوه شفت انت عم تمغيت؟ بتجنن. لا ما تحكي هيك. عم تدبر لي قلبي بس تقول هيك. لا يلا خلينا نكفيها لان بعد معنا يمكن بس دقيقتين. يا حتى نقدر نشوف كيف رح تطلع. لحظة بس تنقرب شوي الصحن. تنستحكم اكثر. يلا. جريت. حطينا هالثلاث كفكير. اوكي واو بتفنن يا ماما. وين بقيت اللازانيا يا ماما؟ على فكره تحيه للماما كمان، هيدا الاسم يلي بتشوفوه من امبارح ماريزا هو اسم امي وهي اللي اعطتني شغف الطبخ، فكرمال هيك بحب حييها وحيي كمان كل الاميات. اكيد خلوكم فوق راسنا ان شاء الله دائما بالصحه. هدول الرسبتات من عندها لكان؟ لا هيدي من عندي. بليز هلا بدنا نصير نعرف ايها الرسات المسروقه وايها الرسات. لا لا انا ما بسرق ولا مش مبين ادمي. بلا هيك عن جد. هلا بنحط الطبقه الثانيه. اوكي بتعملوا جاتو، انا بنصحكم تحطوا بين الثلاث والاربع طبقات من اللازانيا احسن. اوكي تفرجيكم هلا بكم ثانيه كيف بنحط الطبقه الثانيه بهالشكل هيدا، بس نعبي الفراغ. يلا كم ثانية بعد لأنه بعدين بدنا نروح على بريك قبل ما نرجع. ايه عندنا بعد وقت حتى نرجع نكفي بعدين. مزبوط بدنا نختم بيأثر. بعدين ما بيأثر. ايه فوالا. اوكي هيدي بتكون الطبقة الثانية. ويعني هلا رح نعمل طبقات طبقات، خلينا رح ناخذ البريك وبنرجع بنفرجيهم كيف نحط كل الطبقات فوق بعضها، لكن بريك وبنرجع.